جاي لك النهارده حبيب قلب اخوك. وطبعا انا عارف من قبل ما تتكلم انت ليه ما نزلتش فيديو امبارح ابو عادل، كنت مسافر يا جدعان، وكان يعني مش كنت مسافر قوي يعني، انا كان ورايا شويه مشاغل كده. بس المهم يا جدعان جاي لك النهارده وشد العزام مع اخوك ابو عادل وضرب نار، لان حاجه مهمه فتحت معانا النهارده يعني. بص ملايين ملايين ملايين، عملت اللايك عملت الاشتراك عشان ما اطولش عليك اكتر من كده. يلا بينا، وعايز اقول لك ان احنا فاضل لنا حاجات بسيطه بس وندخل على 410,000 مشترك باذن الله. مبوي اللي انا بحبه، عملت اللايك عملت الاشتراك عشان نوصل فيديو النهارده 10,000 لايك. ويلا بينا على طول ليست جون، خش على الفيديو معانا ونشوف فيفا بتقول النهارده. اول حاجه هنستلمها التعقيدات الغامضه عشان ايه بتهرب مني بصراحه، والله بتهرب مني. وحدث التوتا يا جدعان، لما قلت لكم الحدث ده بايظ عندي انا لوحدي ولا عندكم كلكم؟ كلكم قلتوا عندك انت لوحدك. ايه انتوا بتعايروني يا جدعان ولا ايه؟ والله لازم انتوا بتعايروني ان هو بايظ عندي لوحدي. في الاخر تيجي تقول ابو عادل انت ليه ما لعبتش حدث التوتي ولا ما هو ما بيفتحش عندي. والله ما حدث التوتي مش راضي يفتح عندي. يا نهار ابيض، والله العظيم انا نفسي العب حدث التوتي زيكم، والله العظيم نفسي العبه زيكم كده، بس مش راضي يفتح. هو شكل منظر بس عنده خلاص، والله يعني حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم. المهم يا جدعان، وتصريح النجم فاضل عليه 10 ايام، وبصراحه تمام بصراحه يعني كده فاضل عليه 10 ايام وانا واقف عند المستوى ال 40، مش عارف هل اقدر اخلصه ولا لا بصراحه. ف يعني ده برضو جزء ايه يا عم، نشوف الاول. دي بيا جوائز كلها تعبانه اصلا، يعني مش فارقه معايا. دي بروين بكام؟ 25 يعني، كلها جوائز عيانه اصلا يا جدعان. يعني في ماسكرانو وفي 300 فيفا بوينت و300 600 فيفا بوينت، كلها جوائز عيانه يا جدعان والله العظيم. انا شايف كده، شايف انها جوائز عيانه. بس عادي يا جدعان، احنا النهارده يا جدعان هنحاول ان احنا نخلص المشانات اليوميه بتاعت تصريح النجم عشان ننجز ايه تصريح النجم مع بعض. المهم يا جدعان خش نشوف، نأمن على المقايضه الاول. نأمن على المقايضه ايه اللي نزل فيها؟ مفيش جديد. ايوه روبرتو كارلوس ده نزل امتى ده؟ والله ما خدت بالي. ماشي خلت. الو شنو هو؟ فين ايه؟ كريستيانو رونالدو. الو شنو هو؟ كريستيانو رونالدو احطه في احطه كريستيانو رونالدو في مقايضه؟ لا ده انتوا مجانين والله مجانين. ايوه كريستيانو غيلي يا جدعان، اهو كريستيانو غيلي بقى ب 100. ماشي تعالوا يا جدعان بقى ايه، تعالوا بقى ايه ب 132. يلا ان شاء الله ما حد حوش. خربانه خربانه يا نجم. نبيع بقى ايه الواد سيلفا 9 مليون. حلو خربانه خربانه يا اسطى، خربانه خربانه والله. معانا كام نسخه ايه؟ ماسكرونو 1 2 3 4. حلو قوي، نصنا 5 ونطور لاعب على تطوير اخير. ممكن نطور الظاهره، ممكن نخلي الظاهره يا جدعان تطوير اخير. وكي يا نهار ابيض يا نهار ابيض، هالاند طيب شنو الكلام؟ نهار ابيض، انا كنت جايب هالاند، انا كنت جايب هالاند يا ماشي، كنت جايب هالاند ب 200 ب 200 وي. والله سعر التشكيله وصل لكام؟ سعر التشكيله وصل لكام؟ 2 مليار و100، كان سعرها وصل ل 3 مليار. المهم يا جدعان يلا بينا، يلا بينا عشان ايه ما نكترش اكتر من كده. وعايز اقول لك ان دبل اكس 2 بتاع الجواهر فتح، فلو انت محتاج جواهر عند اخوك ابو عادل المطرشم والله العظيم. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اول باك اب حظ اللايكات يا جدعان، حظ اللايكات لايكات لايكات. وكويت ايوه يا نهار ابيض. ماشي مش هو وش وش والله العظيم، يعني يعني الموبايل مش مبطل رن من امبارح والله العظيم. ماشي الواد كوندي خلصانه خلصت. ولما نقول الجاكيت البامب الكل يقول استر يا رب، استر يا رب على الباكات الجايه، لان الباكات الجايه خراب، الباكات الجايه خراب. 1000 ونص فابوينت من لاعب بقى ايه، لاعب من 90 ل 97. خلصانه خلصانه. استنى على الشاي بالله، ودي ودي الكلام الحلو بقى، ودي الكلام الحلو بقى. الماني براندد؟ لا مش هو، مش هو، ويرتس ولا فيرتس عشان الماني وكده فاهم انت. وماركينيوس كمان، او ماي جاد ريلي ماركينيوس، ويعني كل ده ب 1000 ونص فيها بوينت. والله يعني خراب الخراب والله، ده احنا يعني علاوله، احنا علاوله والله العظيم. يعني ايه الباكه دي بقى؟ بيقول لك ايه 87 ساعة، هنجربها، ممكن نجربها يا جدعان، ممكن نجربها. المهم نخش على الباكة اللي ب 2000 ونص فيفا بوينت، هنكسب لاعب من 91 ل 97، فبإذن الله مترشمة. يلا بينا
يلا بينا يلا بينا. الله يا جدعان استعنا على الشهاء بالله، استعنا على الشهاء بالله يا رب. لاعب توتي يكون ضخم بقى كده، نكسب مثلا ايه انجلترا بلينجهام. لا سي بي ايه 96، قلت برضو يعني قلت برضو مستحيل، برضو انا قلتها مستحيل برضو 96 والله، يعني حوار صعب، حوار صعب برضو يعني حوار كبير قوي. المهم يا جدعان ايه الباكة دي؟ لاعبين من 88 97؟ ما مش عايزها والله. طب ما يعني ايه الكلام؟ يعني افضل مبيعات ايه بقى؟ افضل مبيعات دي تعالوا بقى يا جدعان ب 250 فابوينت، وش هنكسب ملايين، هنكسب منها ملايين يا جدعان. يلا هربي هربيض، كلها لعيبة على الله، والله العظيم كلها لعيبة على الله يا جدعان. هات الفضي على طول، فيفا ب 150 ادينا يا صاحبي 150 فيفا بوينت نخلص الدنيا، نخلص الكلام 150 فيفا بوينت فاهم انت، يظبطوا الاداء معانا. المهم يا جدعان في ايه تاني؟ في عايزين، ما احنا عايزين نشوف الباكات كلها، عايزين نشوف الباكات كلها. ايه ده في باكه مجانيه؟ ماشي اطلع بقى بره، عايزين نشوف الباكات كلها يا جدعان. ماشي 2000 دي ب 200 فيفا بوينت، لا مش عايزينها. 1000 2000 2000، ما هي المشكله انهم مش بيتباعوا يا جدعان، يعني اللي ب 2000 دي اصلا زباله زباله، ما فيهاش اصلا لاعب توتي، يعني انت مش هتضمن لاعب توتي زباله. ونشوف اللي ب 1000 برضو دي ما فيش ضمانان لاعب توتي خالص، فماشي عادي. تعالوا بقى يا جدعان، تعالوا بقى يا جدعان نجرب حاجه حلوه، يلا بينا نجرب دي، يلا بينا يلا استعنى على الشهاب الله. وكاوت بقى وكاوت بقى خلصان، كمان واحد. لو نكسب الواد ميسي، لو نكسب ميسي يا جدعان ماشي، لو نكسب ميسي كمان يا جدعان يا سلام، لو نكسب ميسي والله العظيم هيبقى خراب. كمان واحد عادي، فيفا بوينت بقى ايه ببلاش، وصاحبها راجل مغفل والله العظيم. فيلا بينا تاني تاني ماشي، يلا ب 100 فيفا بوينت. ايوه ووك اوت مي سون سون، لا مش سون مش سون، 87 حلو 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 لحد دلوقتي حلو. كل اللعيبه دي يا جدعان هنستخدمها في المقايضه، كل اللعيبه دي هنستخدمها في المقايضه، فلحد دلوقتي حلو عادي جدا مش فارق معانا. وكاوت بقى كمان بقى، وكاوت بقى كمان بقى، هنفتح كمان فتحه يا جدعان يلا عادي، كلها فيفا بوينت. وكاوت بقى ايوه بقى ايوه، يا نهار ابيض عالمي ده، سي بي كمان ماشي مش عايز اشوف. وشلنا ابن كمان داخل اب، شلنا ابن ما كسبناش اي حد. ماشي نطلع بقى كده زي الشطار، زي الشطار الحلوين، نجيب بقى ايه فتحه اللي ب 1250. يلا بينا يلا بينا يلا ان شاء الله. هنا بقى ايه لاعب بقى مطرشم بقى، دودك. هعمل ايه بدودك؟ انا مش محتاج دودك، انا عايز ايزابيو مثلا، حاجات من الناس التقيله ده يا جدعان. يلا تاني، حلوين حلوين حلوين. هتقول لي هتعمل بيهم ايه يا ابو؟ هقول لك دلوقتي هنعمل بيهم ايه يا حبيب قلب اخوك، هقول لك دلوقتي اسمع مني. اول حاجه هنبيع الواد ده، ده مبدئيا ده بدايه الكلام كده، يعني السلام عليكم وعليكم السلام ده بدايه الكلام. نيجي عند الواد ماركينيوس بيتباع من كام؟ ماشي روح يا مار، روح يا ماركينيوس روح 5700 حلو قوي، يبقى احنا كده عاملين لحد دلوقتي 15 مليون، وكمان 5 من الواد ستونز، بقينا بنتكلم في كام دلوقتي؟ 15 مليون تمام او 20 مليون. واحده كمان 4 من الواد راكاتيتش، ودي 450 تمام. احنا دلوقتي بنتكلم بقى في سكه داخلين دلوقتي على 30 مليون. الواد فيني
نبيع الواد فين ثانية، هو فين بيتباع لو طار بكام؟ مش ماشي خلصان. لو احنا بعنا الواد فين بخمسة 300، يبقى انت كده داخل دلوقتي على 40 مليون، 130 من كريستيانو، 180 مليون. هنبيع لاعب من هنا ونشتري لاعب بقى ايه من الناس الجديدة بقى، من الناس الحلوة. بس اصبر بس على ده، لسه في اوسيمين بيتباع وبريمير، يعني الدنيا دنيا والله يا جدعان. احنا مش عايشين 36 مليون، بقى معانا 42 مليون. حلو قوي، 42 مليون في كلمة ونص والله العظيم. في ولسه معانا فاضل 2000 فيفا بوينت اصلا، ولسه عايز اقول لك انه لسه. هات الباكة دي يلا بينا. ولسه ليه بقى؟ انا هقول لك ليه بقى. يعني انت ما كنتش تعرف، بس انا هعرفك دلوقتي سبق بعد الباكة دي اعرفك. خلصانة. بصوا بقى يا جدعان، مبدئيا في حاجة نزلت هنا بس انت مش واخد بالك منها، اللي هي ايه؟ الدبل اكس 2 بتاع الجواهر. معنى ان ده ينزل، انت عارف معنى كده ان اخوك ابو عادل هتلاقي ملايين. فمن النهارده لحد 4 ايام جايين، بعد ال4 ايام ما يخلصهم، شوف اخوك ابو عادل هينغنغك باكجات. وربي هتتنغنغ باكجات لحد ما تزهق. هتقول يا عم خلاص زهقنا من الباكجات، فين الجيم بلاي؟ والله هتزهق. اسمع مني بس، ولو انت حابب تشحن برضو عرض الدبل جواهر الدبل اكس 2، يعني لو انت هتاخد 100,000 هيبقوا 200,000، لو بنفس السعر عاد لو هتاخد 40,000 هيبقوا 80,000. يعني انت المكسب ليك انت اكتر، هتشحن جواهر اكتر بسعر قليل. طيب في الستور بتاع اخوك ابو عادل، لو انت حابب تعرف الستور ده فين هتلاقيه موجود تحت في الديسكريبشن. خش واسال عن اسعار الجواهر مع اخوك ابو عادل، ثقه الثقه امان الامان، ارخص سعر في مصر. واتحداك انك تروح تسال في اي ستورات ثانيه وهترجع لنا في الاخر. المهم يا جدعان، هنخش هنا على طول. يلا بينا. الواد لي كينجو تشين تشون كولو ماني ماشي كولو باميا. يلا بينا بلا حدود. قدام المقايضه دي 3 ايام يا جدعان، 3 ايام وتنتهي، 3 ايام وتنتهي. يا رب ووك اوت، يا رب اكسب منها لاعب زي ما الناس كلها كسبت. الناس كلها كسبت ووك اوت. طيب ووك اوت. طيب تشاوميني بيتباع ماشي، بيتباع مليون. حلو مليون، حلو. احنا كده كام مدينهم لعيبه اصلا بسعرها عامل 50 60 مليون. نهار ثانيه وتمنت على كده. اللعيبه اللي انا حطيتها هنا كانت لعيبه ايه بقى؟ معلش ايه؟ لما انا اصلا مش معايا لعيبه، انا حطيت كريستيانو صح؟ انا اصلا مش معايا. قلت لي مش جاي هنا تاني وربي ما جاي. طب ايه ده؟ طيب نجرب هنا. لا خلاص الى السوق. ايه ارجع ثانيه يا جدعان، ثانيه. خلصنا واحده، افتح حزمه. عايزين يا جدعان نخلص المشينات اليوميه بسبب تصريح النجم اللي احنا مش بنخلصه ده. تصريح النجم يعني صباح الفل في الضيع عندنا، والله في الضيع خالص. المهم احنا كسبنا لعيبه سبعينات كتير، خلاص نجمع لعيبه من هنا يا جدعان. سهله وبسيطه عادي، مفيش اي حاجه. شوف منك كسب لعبه من الصفرة. قول واد سيلفا، انزل يا سيلفا في المقايضه. ايوه بروزوفيتش. اي بحب الواد ده يا جدعان والله العظيم لله لله. الواد ده تحسه طيب غلبان، عمره ما ابتسم في حياته تقريبا. النصر كسبان النصر خسران ما بيبتسمش، والله ما مش بيبتسم. لو ابتسم يقولوا عنه اي حاجه وحشه يعني. يلا بينا ان شاء الله، بس عمالين نكسب لعيبه حلوه تتحط في المقايضه الثانيه، فدي حاجه حلوه بالنسبه لنا مش وحشه. يلا بينا. ايوه كده، ودينا في الووك اوت بقى. ايكون هو ماشي، مش ايكون واو يعني، بس ايكون حلوه حلوه قوي. الضربه اللي فاتت دي ضربه خراب يا جدعان، ضربه خراب الضربه اللي فاتت دي. ماشي ووك اوت كمان بقى، مش ووك اوت بس. ثانيه يا جدعان، في لعيبه هنا سبعينات ممكن نجيبها اصلا. ايوه اهي شايف دول اهو. طب انت عامل كده ركاتيتش. انتوا كام واحد يا جدعان اسمكم كده يا جدعان؟ كام واحد يا جدعان؟ ايوه لعيبه سبعينات. انا خرجت ليه؟ هي اصلا لسه تاني؟ خلصان. ده هو بلاعب واحد بينخنخك لعيبه، فاهم؟ بلاعب واحد. هتبقى اللعيبه دي كمان؟ لا قلت لي بقى، قلت لي انت كده قلت لي مش عايز. تسلم، ثانكيو فيري ماتش، ثانكيو. مش عايز يا نجم، مش عايز ولا عامل مقايضه كمان والله العظيم. ولا ما اصل ما هعمل برضه مش هوصل للمقايضه،
فالمهم يا جدعان معانا دلوقتي 42 كريستيانو 130، يعني هيبقى معانا في حدود 170 مليون. عايزين نشتري نشوف بقى مين لعيبه ميسي. خليت نهار ابيض ده كله بيتباع يا جدعان. الماركت بقى وحش قوي والله العظيم، الماركت بقى وحش قوي، بقى زباله قوي. يعني اللعيبه كلها يعني وقت ما تمسك لعيبه غاليه وبتاع تلاقي سعرها بينزل في الارض، مات سعر اللعيبه بيموت يا جدعان. والله العظيم اللعيبه بقت وحشه قوي بامانه والله. فيعني ايه ده كله بيبيع، يعني كلكم بقيتوا تجار، امال مين اللي هيشتري؟ والله العظيم يعني لما كله بقى تاجر امال مين اللي هيشتري يا جدعان؟ معانا مالدين، معانا مين تاني؟ طب ما نشوف رودري كده النسخه الاخيره بتاعته بكام. هتلاقيها ب 100 مليون 248 ماشي. فاندر سار ماشي، فاندر سار ها يعني ممكن نشتري بنفسجي نطور احنا البنفسجي بنفسنا، بس كده كده هيرخص اصلا. فاندر سار كده كده هيرخص اصلا فملهاش اي لازمه. عندنا الواد كارلوس البرتو، احنا اشترينا كارلوس البرتو ولا لا؟ ما اشتريناهوش، وممكن بيتباع ب 175 مليون. احنا كده 175 مليون، واحنا اصلا عندنا جواو كانسيلو بيتباع ب 225 مليون. احنا كده ممكن نبيع كانسيلو يا جدعان ونشتري كارلوس البرتو، هيعمل معانا اداء عالمي والله العظيم. كده كده بنفس السعر. ايه ده صح، ثانيه ويتامين، انا كده كده هروح اشتري. لا بس هوفر فلوس، هوفر في سكه 30 مليون صح صح، هوفر سكه بتاعي 30 مليون يا جدعان. وكده كده كانسيلو هيرخص، فاحنا اللي احنا نعمله دلوقتي انا مش عارف هيكون صح ولا غلط، انزل في الكومنتات وعرفنا النصيبه اللي احنا رايحين نعملها دي. تمام، حط هنا اللي احنا رايحين نعمله ده، ده مصيبه هالحين والله. فانا عايزك تروح ايه تستكشف كده بنفسك وتقول لنا ابو عادل اوعى تبيع مثلا كذا عشان كذا، فاحنا هنبيع يا حبيب قلب اخوك اهوت قدامك اهوت. وقام متطور 30 رانك مش عارف اوصل لهم تاني، بس يلا 225 ونشتري ايه كارلوس البرتو نفس الاوفر ب 170 مليون. هنوفر سكه 30 مليون، 30 على 40 هيبقى معانا 70 مليون، وادينا بنلم حق من هنا وحق من هنا، يعني فاهم انت بنجمع ملايين اهو. وبس يا حبيب قلب اخوك، مش هقول لك مع السلامه، لان انت كده تشوفنا بكره باذن الله. بيس هاوي.